خبر جميل جدا، 820 مليون دولار هتيجي لمصر. 820 مليون دولار، ما احنا في قبل اي فكه، اي فكه. امبارح صندوق النقد الدولي اتخذ قرار مفاجئ بتأجيل المناقشة بتاعت الشريحة الثالثة لقرض الصندوق اللي هي ثمنها او مجملها 820 مليون جنيه دولار. مين بقى زعل الصندوق؟ ما احنا عايزين نعرف مين اللي بيضرب بيعمل عكوسات بيننا وبين الصندوق. احنا يا جماعه معمول لنا عمل، ايه اللي بيحصل؟ ما كنا زي الحاجات وكنا ماشيين كويس، فجاه امبارح الصندوق قال لك لا بس وقف اجل المناقشه بتاعه ال 820 مليون دولار دول. خير يا عم بوكس، مالك اهو مسؤول حكومي للشرق استبعاد مناقشه شريحه قرض مصر الثالثه من اجتماع صندوق البوكس لعدم استيفاء بعض الشروط. ليه؟ خير؟ ده احنا ماشيين زي الفل، ده احنا والله العظيم 100 فل و14، ودي حجم المربعات بتاعت رسم البني ادم عند الفرعوني. ليه يا معلم؟ احنا زعلناكم في حاجه؟ دوسنا لكم على طرف؟ يكونش انتوا ودانيين بتسمعوا كلام ناس اعداء الوطن؟ قالك انتوا ما نفذتوش الشرط. هو في شرط انتوا قلتوا لنا ما عملناهوش عشان تاجلوا صرف مناقشه القرض؟ ايه هي الشروط دي؟ طب ما حد يقول لنا يا جماعه، ما تعتبرونا بالغين عاقلين راشدين وقولوا لنا ايه الشرط اللي ما تنفذش يا جماعه. قام طلع الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد فؤاد كتب تغريده فتن فيها على الموضوع. خش يا استاذ دكتور محمد فؤاد. قال لك بالرجوع لتقرير صندوق النقد بخصوص الشروط التي يشير المسؤول الحكومي لعدم استيفائها، يمكننا بسهولة أن نرى أن الشرط الذي ما زال معلقا طبقا لجدول الالتزامات صفحة 81 هو شرط تحريك سعر المحروقات، وربما أيضا شرط نشر جدول إفصاح الإعفاءات الضريبية صفحة 82. والراجل الأستاذ محمد فؤاد خبير اقتصادي جاب الورقة العقد اللي بيننا وبين البوكس وقال لك اهو صفحة 82 وصفحة 83 تحريك سعر الايه البتاع ده اهو. قول لي كده ان بوكس مرضيش يديكوا ال 820 مليون دولار الا لما تحركوا سعر الوقود، وده اللي خلى يفسر لنا ليه هزاز الراس طلع في التوقيت ده بالذات يتكلم عن السولار، وإن الدولة بتدعمه ب 20 جنيه وبتبيعه ب 10 جنيه. هو قال كده من يومين. اسمع. خليني أقولها لحضرتك. تكلفة لتر السولار النهارده على الدولة المصرية 20 جنيه. حضرتك بيتباع بكام؟ ب 10. فمش معنى كده إن أنا عايز أوصل ل 20 جنيه، لكن لازم أبدأ أتحرك بالراحة بحيث في الآخر أقدر كدولة أبقى عندي توازن، أبقى عندي قدرة حتى إن أنا أحط دعم، يبقى الدعم ده مقبول وقادرين إن إحنا نتحمله كدولة. هو ده اللي إحنا بنتحرك فيه أو هنتحرك فيه في المرحلة القادمة، ده شيء، ولكن أنا ربطه الأول بإن المواطن يشعر إن المشاكل اللي هو كان بيشتكي منها وعلى رأسها مشكلة الكهرباء تكون اتحلت. وده شيء مهم جدا إن إحنا نتحرك فيه. ده أهم بالنسبة لي النهاردة، أحل مشاكل هذا الموضوع، ولكن معاها مع نفس الوقت أنا قلتها وفي منتهى الشفافية، لن تتحمل الدولة مئات المليارات من الدعم اللي النهاردة بقت موجودة، إحنا تحملناها على مدار سنة ونص. يعني احنا شايلين بلاويكم يا جحدين. هو بيقول لك احنا تحملناها، مصطفى مدبولي هو وبيته يعني تحملوها، وبيت السيسي تحملوها على مدى سنه ونص. وبعدين على فكره هو بيتكلم على الدعم، خد هو بيتكلم على الدعم، اسمع خد قبل ما تمشي، هو بيتكلم على الدعم مش الرغيف. لو انت قاعد بقى ومستقانيس كده وعندك بيت حلو في اي كومباوند، ما بيتكلمش على الدعم الرغيف، ما بيتكلمش عن دعم لا مؤاخذه السكر ولا العسل ولا الشاي، بيتكلم عن دعم البنزين السولار. يعني هو بيقول لك سواء كنت غني او فقير في مصر فانا بدعمك، خيري عليك يا جبان، خيري عليك بدعمك. احنا تحملنا الدعم سنه ونص وساكتين وكنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. انت مين يا مصطفى مدبولي؟ انت مين عشان تتحمل تقول احنا تحملنا؟ انتوا حكومة مفروض جاية للشعب ده، يعني ايه طالعين تجابوا على الشعب اللي انتوا اصلا بتشتغلوا عنده؟
يعني ايه تحملنا؟ والنبي هات الجمله الاخيره كده وبيكلم زي يوسف الحسيني. عندهم يا اخي ثقه وهم بيتكلموا. لا اخره وبيقول لك احنا تحملنا سنه ونص، اكتر من كده بقى ما اتحملكش يا بلط يا مواطن يا بلط. اسمع او هنتحرك فيه في المرحله القادمه ده شيء، ولكن انا ربطه الاول بان المواطن يشعر ان المشاكل اللي هو كان بيشتكي منها وعلى راسها مشكله الكهرباء تكون اتحلت، وده شيء مهم جدا ان احنا نتحرك فيه. ده اهم بالنسبه لي النهارده، احل مشاكل هذا الموضوع، ولكن معاها مع نفس الوقت انا قلتها في منتهى الشفافيه، لن تتحمل الدوله مئات المليارات من الدعم اللي النهارده بقت موجوده. احنا تحملناها على مدار سنه ونص وتحملنا. ايه انتوا مين يعني احنا تحملناها؟ انتوا مين؟ ده لا في صناعه ولا في زراعه ولا في اي حاجه، ده ضرائب. ده انتوا بتاخدوا من الشعب ده ضرائب بمرتبك بالفلل والقصور اللي انت قاعد فيها. مصطفى مدبولي، شوف انت ايام هيئه المجتمعات العمرانيه كان كنت قاعد فين ودلوقتي بقت قاعد فين؟ ده فلوس الشعب. قال لك الدوله تحملت ومش هتتحمل تاني.